اوكي يلا هلا بدنا نبلش الحلو. الحلو هلا غاده رح تعمل لنا الميرانج، حلو الميرانج اللي هو مكوناته بياض البيض. رح ناخذ المقادير ونكمل نشوف كيف الميرانج. اوكي يلا. المقادير هي لحلو الميرانج 4 بياض بيض، بدنا ربع معلقه صغيره بودره التارتار اسمها تارتار باودر، فانيلا، وبدنا كوب سكر. هذه هي مكونات حلو الميرانج. غاده تفضلي. اوكي طبعا الميرانج بيتعمل منه حاجات كتير قوي، فاحنا النهارده بس هندي وصفه الميرانج، بعد كده هنعمل البافلوفا. البافلوفا بتتعمل بالمرنج برضو. هنعمل الباي الليمون برضو بيتحط له من فوق مرنج، بس النهارده احنا هنقول بس المرنج نفسه ازاي بيتعمل، لانه في ناس كتير بس بيعملوه وقرمشه، حتى في السوبر ماركتات الكبيره بتلاقيه بيتباع في اكياس. هو كمان بيستعمل توبينج لكتير كيكس. اوكي رح توقع الايباد. ايوه يا غاده يلا يا حبيبتي. اوكي اوكي سلامة سوزي، كانت زعلانة لأنه ما قرينا لها شيء. أنا هنا حطيت الأربع بياض بيض وحطيت نتفة فانيلا باودر. باودر مش عشان بدها إياه يغمق إذا حطينا لا، وأصلا المية ما ينفعش تحطي شوية مية مع البياض البيض، لازم بس نشتغل على إنه بياض بيض بس. بس هي بقى مشكلته البتاع ده إن إحنا هنفضل نضرب فيه شوية. هلا بنضل نخفقه غاده لقد ايه يصير لغايه ما يجمد معانا. هو بيبقى شايفه ازاي ابتدى يجمد، عامل زي الرغاوي الصابون. اها كيف بنعرف انه هلا يعني؟ هقول لك حالا. يزن القرعان بيسلم عليكي وبيصبح علينا. يا صباح الفل. بعدين دعاء بزلميط حابه نعمل لها شي يوم صيني، اكل شاينيز صيني مني. يمكن لازم نعمله الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب بصي دلوقتي يا رندا، وين بنلاقي بودره التارتار عم بيسالوا؟ السوبر ماركتات. السوبر ماركت عند السوبر ماركتات موجوده. بصي احنا ازاي بنعرف انه خلص؟ لما بتعملي كده بتلاقيه شقفه واحده. شقفه واحده. برافو. بس احنا كمان المفروض نخلطه اكتر. لغايه ان انت لما تمسكي وتقلبي الطبق حتى كده ما يتحركش، بس احنا عشان الوقت خلينا نبتدي نضيف السكر شويه شويه. شوي لما يجمد بندير السكر. لما يجمد. احنا هذا العيار فيه كوب سكر، الاربع بيض واحد سكر. اربع بياض بيض واحد سكر. اربع بياض بيض. والسكر لازم ننزله بالتدريج. طب هلا شو في افكار الواحد يستعمل الصفار فيها؟ ما انا عايزه اقول يعني اليوم اللي هيعملوا فيه مرنج ممكن يعملوا فيه مثلا كوكيز. في وصفه كوكيز احنا عاملينها بكوبايتين وربع سكر، سوري دقيق، وكوبايه سكر بودره، وصفار بيضه، و200 جرام او 70 زبده. ده مثلا ممكن يعملوا منه. في حاجات كتير ممكن يعملوها، فاحنا يعني نحاول يومها ان احنا نعمل حاجه فيها صفار بيض. بس هو العكس، البياض البيض ممكن نحطه في الفريزر. البياض يعني انت لو بتجيبي كيس مثلا تعيري فيه بيضين بيضين بيضين، حطيه في الفريزر، وقت ما بتعوزيه بتطلعيه بتسيبيه لحراره الاوضه وتشتغلي بيه عادي. اوكي شو كمان عندنا تعليقات هلا؟ اوكي مريم الفقير بتقول لك يسلموا ايديكي، حلقه حلوه. يا مريم. بعدين سناء صلاح بتقول لك الحلو بيعمل حلو. الله يخليها. طيب احنا كده عندنا المرنج تمام، مرنج ناجح. وبصي بياضه ازاي ابيض. خلاص شايفه الصحن ببطل خلاص واحده بضل. وشوفي قد ايه لونه ابيض ناصع. حلو. درجه الحراره هي اللي هتخلينا نحتفظ باللون الابيض ده. لو علينا درجه الحراره اللون الابيض ده هيبقى شويه على مش بني ذهبي، هيدخل له لطشه ذهبي كده. حلو. بس احنا عايزينه يفضل زي ما هو نفس ال محمود حطاب بيسلم علينا وبيصبح علينا، بقول ليش بس تحكوا اسامي الستات؟ لا يا محمود بنسلم عليك محمود حطاب. اوكي خلينا نشوف هلا معانا. الو الو
ام دانا. ام دانا اهلا وسهلا، مرحبا. كيف الحال يا اختي؟ اهلين، صباح الخير. معك اتكلم من الشيف غاده. هي عم تسمعك، تفضل. اهلا وسهلا، كيفك شيف غاده؟ كيفك انت؟ يسلموا ايديك على هالطبخات اللذيذه الزاكيه. الله يخليكي ويسعدك، شكرا. الله يخليكي. شيف غاده بسال عن الخضار اللي كانت محطوطه بالدجاجه. خضار شو حطيتي معها؟ كانك عملتي زبده و زبده، حطيت لها زبده، حطيت لها زبده، ولما جيت سلقتها سلقتها بمكعب مرق. ايوه، ومع البهارات الموجوده الملح والفلفل. مع الملح والفلفل، يعني انا سلقتها في مرقه في مكعب مرق، واخذت المرقه اللي اتسلقت فيها لان المرقه بقت كلها فيتامينات الخضار اللي انا سلقاه. ايوه، فلانه طبعا الميه هي اللي بتاخد الفيتامينات اللي نازله من السوتيه، فاخذت المرقه دي عشان نعمل عليها شوربه لسان عصفور او اي شوربه، والخضار حطيت معاه حته زبده. ايوه ايوه بس. طيب بالنسبه للدجاجه انت ركزتيها على الازازه، هي كانت محشوه بالجوه صح؟ لا لا لا، مش محشيه خالص. لا ابدا، مش محشيه. البصل والزعتر بين الجلد وبين اللحمه. ايوه تسلم ايديك يا تسلمي. طيب احنا هناخد حته بس من المرنج نحطها تحت هنا علشان الصينيه ما تتحركش، واحنا بنحط المرنج. اوكي، دي برضو ده بتقولي كمان. اتفضلي اتفضلي، مش اقطعك، مش قصدي. لا بس هي قصدي دي حاجات بسيطه، معلومات بسيطه بس كتير بتنفعنا، لان دلوقتي انا لما اجي احط المرنج في الكيس واجي اضغطه كده، كل ما اجي ارفع لو هي مش لازقه كويس الورقه هتطلع معايا، فاحنا مش عايزين طبعا كده، احنا عايزينها تفضل راكزه، فعشان كده بنلزقها بشويه مرنج. اوكي، وبعدين شفتك باللي محضرتيهم حاطه شويه صبغه الوان، عايزين بقى تقدري تعمليها الالوان اللي بدك، تقدروا تلونوا شويه بس. لما نيجي نلون بناخد شويه بنحطهم وبنحط نقطه الوان ولا مش كده بقى؟ مش كده، من تحت لفوق عشان ما نخرجش الهواء. ايوه كتير مهم كيف نحرك. انا هذا اللي بقول ايش بنعمل لما يعني نحط اللون، يعني زي مثلا دلوقتي حطينا، قولي مثلا كده اللون، شايفه ازاي جامده الكريمه؟ شايفه. أيوة. فمثلا حطيناها كده وحطينا اللون، التقليب بيكون كده، بدنا ندير بالنا كده على العالي وننزل كده. شكرا غاده، كتير مهمه هاي، عشان لو عملنا كده بصي شويه شوفي ايه اللي هيحصل، كل الهواء هيطلع منها وهتلاقيها طريت وبطلت. بصي ازاي ابتدت تطرى. اوكي، شايفه؟ اذا نكون حذرين لما بنحرك اللون. بالظبط. حلو، اوكي يا غاده، هلا ارجع عيدي لنا لانه ضل معنا بس دقيقتين ثلاثه، دقيقه ضل معنا، بليز تعيدي كيف خبزها، الحراره نخبزها. لازم تتخبز على درجه حراره اوطى درجه حراره عندكم، يعني لو في 80 عندكم في الفرن حطوها على 80 وسيبوها تاخد حقها في السوى بالراحه عشان ما يتغيرش لونها وعشان ما تستويش من بره وتفضل نيه من جوه. والرف لازم يكون بعيد، الرف انا بطلع الرف على اعلى حاجه عشان ابعدها عن الحراره قد ما اقدر، يعني هي بتستوي على الدافي. عالدافي وقد ايه بدها؟ بصي بتقعد تقريبا اولا حسب حجم الكميه اللي انت عاملاها، احنا لما بنلاقيها نشفت من بره بنسيبها خلاص، يعني بتقعد تقريبا ساعه. ساعه. اوكي اوكي، هي عم نعمل هلا هنعمل المرنج كده، شايفه ازاي؟ كده حلو كده، وبتعمليها قد ما انت بدك زي ما انت عايزه بتعملي، وبالالوان حلو. او بأبيض كله زي ما انت عايزة. وإن شاء الله الفقرات الجاية هنعمل فيها حاجات تانية، إنه إزاي ممكن نعمل تورتة مرنج. أيوة. زي ما قلنا البابلوفا البايز والحاجات دي. شكرا غادة. شيخ إبراهيم بتقولك كيف بتحفظي عجينة السكر؟ كيف عم تسأل شيخ إبراهيم، عم تسأل. عجينة السكر لازم تحطيها في كيس وتلفيها كويس جدا، وبعد ما تحطيها في كيس تحطيها في علبة أو برطمان يكون كبير ومقفول كويس قوي، ويا ريت لو نخليها في حته في دولاب، يعني مش نسيبها على رف مكشوف مثلا او حاجه مسكره، علشان مش ثلاجه، مش ثلاجه بالظبط، عشان تفضل طريه. اوكي، نشوف المرنج الجاهز. ده المرنج الجاهز. اوكي، طبعا بقى انتوا حرين تاكلوه بالطريقه اللي تعجبكم، في ناس بياكلوه بس كده لانه بيبقى قرمشته لذيذه، انا مثلا لو حاكله هحب مثلا ان انا اخد تحطي بس سبرينكلز بمسكوا عليه، لو حطيتي ما مش سبرينكل، لازم نحط نوتيلا. نوتيلا كمان بصير، بس اذا بدك تحطي سبرينكلز ما بيمسكوا هون؟ لا ما بيمسكوش، ولا بنقدر نحطهم قبل بخربوا. لا لا ما ينفع. هاي حلوه كمان، شايفه ازاي؟ فممكن نعملهم كده، وكتير هو هش وطري يعني حلو، يعني بصي لما بنفتحه من جوه
بصي بصي لما بتضغطي عليه ازاي كتير هش، شايفه؟ وفاضي من جوه. كله هوا. كله هوا. شكرا غادة على هالوصفات الزاكية اليوم، شكرا لإلك، شكرا لمتابعتكم، وبقولكم باي باي، وبنشوفكم بكرة صباحا على 8:30 بفقرات جديدة من دنيا دنيا. باي باي.